إرقادي وعبد الرساء خليفة أحمد أو ديبيد ميركا أهم دوين كيو قدن بيسي سومالي لان مدحوين بيحي وصود راي محاي كالاكولانتاي سيدي أيي سور تقلو تهي إنو كسو اللابتوه مقالة حرقيسي عاسمة دا سومالي لان يدو أي قبل كيسي كغسا مين باتين سياسيين يسكو ديگانيهين مسؤول كان أو الله صاح ماضي جوان كي وجرد هذا بريغا صار كره عي أي وقت كان كده دالا يسدو أباتين لها حلك قادس تيسة وربحين تينا يين كسو كوبي نا شروط عضق وعي حكومة سومالي لان كح دايس النقاش هذا قدومي عبد الرساء خليفة أحمد قدوميها ورسيا صديت ككاه محمود حاشي عبدي يوم مشرح مدحوين حسب معارض كاه وضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو oo ku sugan waddanka Saudi Arabia ayaa waxa ay ergooyeen Cabdi Rasaq Khalif Ahmed sidii uu ugu soo laaban lahaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyagoo kala hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland una sheegay in laga cafiyo khaladaadka uu qaranka ka galay waqtigan haadirka si uu ugu soo laabto masuuliyadii uu hayay Soomaaliland oo ahayd gudoomiyaha golaha wakiilada مستر خليفة يا كجو جوستي مقالة الله سبحانه وتعالى حرون تا قبل كسول كدي مركي أي جرادة دو قنصدين إنه سومالي لانو حق لنا أيو وحنا هالكاسي كجس عمين بطي سياسيين يسكديجان يهين أو كي ميه مقالة مقدشة حرون تا ودن كسومالي يوم ما مل قبلت كبدلان سومالي كواسيو وشددي هدف كي سياسي أي حالة دني كسر عتيدين عكلي الرجاي هسيا شيء عبد الرساء خليفة أيو عنتمي ويدين ودنبين نقوان وحا وكوقا تيينو هالكاسي اسكاقا عبابوحو ويرقو صوتر صدو مدحوينها سومالي لان مداني موسى بيحي عبدي حكومة دا سومالي لان ايانا شروضا عدك هر لكتاسي دا ورباهين تا حقوقال لا ايو حقيتيين الو حقوقال يو اي كوكا تاي ينو عدى يو عيدان كا قران كا تاموريا دا سومالي لان ميشا اي حد قدبيادا كا جيستين ايو ورباهين تا كاشاقا يسيدا اوكالانا بيشا عالم كلو داكي iyo sidoo kale inuu raali gelin ka bixiyo weerihii uu warbaahinta u mariyay qarankii uu ka ahaa ninka saddexaad ee u dirsaday ceelalyada intaas oo kaliya ma aha waxa la ascaanood ka socdaa inay yihiin arrin siyaasadeed oo looga soo horjeedo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halisna ku ah taasna inuu daaha ka rogo oo ku daro warmurtiyeedkiisa uu soo saaray Cabdi Rasaq Khaliifa Ahmed intaasi kadibna ay xukuumadda Soomaaliland u furayso albaabada wada hadalka uuna ku soo noqon karo magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Soomaaliland sida oo kale madaxweyne Biixi ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan in uu iska fogeeyay mooshinka ay ka wadaan golaha wakiilada ee Soomaaliland kaasi oo uu sheegay madaxweynuhu inay tahay shaqo iyaga u taala oo aanu isagu shaqo ku lahayn iyagana lagala hadli karo مدحوين موسى بيحي عبدي يو إرقاد عبد الرساء خليفة أحمد كسعوتي أيانا أو قدنبين تي وحا يسلقارين إن أرهن كاسي ميسك ودا هذا الكالي سقوي ما دو عبد الرساء خليفة أحمد ناو شردية داس حكومة دو هردك تيفوليو مركا بيشا باركاي سنة ربادان دم تناسي توسا هاوش الله قد قلو كفرحي إهل كاقا سحاب تادا يو قرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed